نور سليماني 20 سنة بطلة في الكيك بوكسينج. أول ما بديت بالتكواندو، ومن بعد أنا وصاحبتي حبينا نبدلوا الرياضة نفرغوا فيها طاقاتنا الكل. كي دخلت الكيك بوكسينج تبدلت فيها برشا حاجات، تبدل المونتاليتي زادت تبدلت، وليت نخرج الطاقة اللي فيها في الانترينمون في الساك مع الكوتش متاعي. هنا في سيدي بوزيد لقيت من الاول مشكله، خاطر كيفاش طفله ترينا كيك بوكسينغ، كيفاش طفله تروح في الليل وحدها. من بعد لو وصلت للريزلتا اللي انا فيها توا، ومن بعد ما شاركت بالعكس فرحوا بي على الاخر. من اول اشهر بديت فيهم مشيت بطوله تونس وتحصلت على المرتبه الاولى، ومن 2010 ما خسرتش حتى بارتي بطوله تونس. ومن بعد وليت نومبر كيب ناسيونال 60 كيلو كيوان، والحمد لله تضحياتي ما فاتش خسارة. شاركت في برشا دورات دولية، منهم في تركيا بطولة العالم الأندية تحصلت على المرتبة الأولى، وبطولة شمال أفريقيا في مصر وتحصلت على المرتبة الأولى، وغالا انترناسيونال نظمتها تونس في جابس تحصلت على المرتبة الأولى ضد البلجيكية. اللي عنده غرام في سواء كيك بوكسينج سواء تكواندو سواء رقص سواء غناء سواء تصوير، انت شنو باش تقول؟ قول لا باش نوصل، لا في يوم ما باش نوصل للبلاصة هذيك، وان شاء الله باش توصل.